يعني ذكرت في عهد سيف بن ديزان وعهد أسعد الكامل وكرب الوتر، يعني لها تاريخ عظيم وكبير، والجنبي تعتبر زينة الرجل ومفخرة الرجل اليمني لأنها تعكس مظهر وشخصية الرجل اليمني. وهناك مقولة أو شائعة يقولون في يعني عند بعض الوطن العربي أو في الدول الأجنبية الأخرى أن الجنبية تعتبر في اليمن سلاح، وهذا مفهوم خاطئ عند أغلب الناس. الجنبية اليمنية تعتبر زينة الرجل، كانت تستخدم سلاح في آخر المراحل، أنها بحكم أن اليمن منطقة جبلية أغلبيتها مناطق ساحلية سهول وجبال، فعندما كانوا قبل ما يجينا السيارات والتنقل عبر السيارات كانوا يتنقلوا من محافظة إلى أخرى، من مدينة إلى أخرى مشياً بالأقدام برياً، فلوجود الحيوانات المفترسة ما كانش بمسدسات ولكن بأوالي، ولكن كان يمشي الرجل اليمني بجنبيته يستخدمها في هذا الوقت إذا تم الاعتداء عليه من حيوان مفترس، يتم استخدام الجنبي في هذا الحالة أنها سلاح، وألا في المركز الأول زينة للرجل، مثل الرجل الخليجي يستخدم العقال والشماغ على قولتهم، الرجل اليمني الجنبي هي تعكس منظره وشخصيته. أول ما تأتي الجنبية تأتي بعد ما يكون قرن الذي تأتي مصنوعا من القرون، وهي تأتي نوعين، إما مصنوعا من قرون الوحيد القرن وهي أغلى أنواع الجنابي، أو تكون مصنوعا من قرون الأثواب، أو تكون مصنوعا من نيبل في أو من الأخشاب في الآونة الأخيرة من الأخشاب ومن البلاستيك، نظرا للحصار ودخول قرون الوحيد القرن دخولهم في السلعة الممنوعة، لأنه دخلت اليمن تحت الرقابة الدولية في الثمانينات لإنقراض حيوان وحيد القرن. القرن الذي هو موجود في وحيد القرن يتم صناعة الجنابي منه، وهو حيوان شبه منقرض، فالآن ممنوع تداول القرون. من بعد ما بدأوا حاصروا اليمن بهذا القانو بدأنا نوجد بدائل، بدأنا نشتغل من قرون الأثوار، وقرون الأثوار بدأت دحين مش موجودة، وهي نفس الوقت بدأت تغلى، بدأوا يشتغلوا من الأخشاب ومن البلاستيك. فكما قلنا إنه الجنبي تتم صناعته على مراحل، أقل حاجة على 20 مرحلة، يكون القرن وصله يجي وصله، بعدها يتم نسمي التنجو والتقضيء، أول التقضيء بعدها ينجروا، بعد التنجور يأتي الخرادة، يتم تشكيله بالشكل التقريبي لشكل الجنبية، إما بالمبرد الخشبي الذي هو يدويا أو بالدينامو الذي هو يعني أسرع، يكون أسرع لأنه من أول كان يشتغل باليدوي بالمبرد الخشبي. من بعد بعد ما يتم الخراض يأتي مرحلة الشراب، وبعد الشراب صنفرة، وبعدها ختة يخزقه ويتم تسديد الخزقان نسميها بالزراعة بالحديد بنوع من أنواع النحاس، وبعض الأحيان يكون نوع من أنواع الذهب للجنابية الذي تكون غالية الثمن، يكسبها يعني يكسبها جمل وفي نفس الوقت يكسبها شيء حاجة غالية في حاجة غالية تكون سعرها أغلى وأجمل. المكونات الرئيسية للجنبية أو العسيب، هذا الجنبية الأساس وهذا العسيب، وهذا الحزام.